Sir, sir, are you okay? Yes. Is this your briefcase? لو حد سألك تقول له الشنطة دي مش بتاعتي. Yes. Good day. Thank you. الشنطة الجديدة في الخزنة اللي أنا اديت لك مفتاحها. خزنة في محطة سكة حديد؟ طب جاب مفتاحها منين؟ وحط فيها شنطة الشغل ليه؟ أفندم ساعتها كان في نقط كتير قوي مش واضحة لينا. طب بعد ما حط الشنطة في الخزنة عمل إيه؟ خرج من المحطة وبدل ما يروح على البيت ركب الترماي. بعد كده تروح على ميدان الحي القديم، هناك في الشارع التجاري اللي بيدخل على الحي نفسه، خش فيه. هناك هتلاقي مكتبة اسمها مكتبة كارتيا دينيسي. جوه في اخر المكتبه على اليمين هتلاقي مجموعه كتب شارلوك هولمز. خد اي كتاب منهم وافتحه واقرا فيه شويه لحد ما تاخد الكتاب اللي على الشمال. افتحه على صفحه 100. ومن غير ما حد يحس تحط مفتاح الخزنه في الكتاب وتقفله وترجعه مكانه. اهم حاجه الحاجات دي تتعمل كلها بسرعه ومن غير ما حد يشوفك او يحس بيك. كده نبيل راح على فين؟ بعد ما خرج من المكتبة خد التاكسي وراح على وسط البلد. هادي مشي وراه بالفيسبا. هناك نبيل قابل لويس جولب. سوري تأخرت عليك. مش قوي. ليتس جو.
تتصورش يا نبيل انا مبسوطه منك قد ايه. في فتره قصيره قوي بقيت من احسن التور ليدرز عندنا في الشركه. اقول لك سر؟ اصل اللي دربني على الشغلانه دي حد شاطر قوي وحلو قوي كمان. انت اللي جميل قوي وبتعرف تخلي ازاي كل الناس تحبك. بس انا ما يهمنيش كل الناس، انا اللي يهمني واحده بس هي اللي تحبني. يا بختها يا بختها. الا صحيح انت شنطتك فين؟ شنطتك بتاعت شغلك اللي انا شفتك النهارده وانت خارج بيها من الشركه، اوعى تكون نسيتها في مكان كده ولا كده؟ اصل وانا جاي على هنا فوت على البيت وسبتها هناك. اخيرا الاكل جه، انا كنت هموت من الجوع. ثانك يو. ازيك يا ابو سليم؟ اروح الشركه ازاي بس من غير الشنطه؟ الو. ايه يا نبيل، انا بقالي اكتر من ساعه بحاول اتصل بيك محدش بيرد. ايوه انا لسه داخل البيت حالا. كنت فين كل ده؟ كنت بتعشى بره مع شيرلي هايمن برضو. على كل حال انا بكلمك علشان اقول لك برافو عليك، انت نفذت المطلوب منك بشكل كويس ولو انك اتاخرت شويه على ما وصلت المكتبه. ايوه يا ابو سليم على ما عرفت العنوان. واديك انت عرفته، المره الجايه العمليه لازم تتنفذ اسرع من المره دي بكتير. فاهم يا نبيل؟ فاهم يا ابو سليم. بس ايه؟ الشنطه بتاعت الشركه دلوقتي ما بقتش معايا، انا هروح بكره ازاي؟ وبعدين مفتاح الخزنه اللي انا سبته في المكتبه ده برضو ما بقاش معايا. افتح الباب. ايه؟ باب الشقه، افتحه. حلو.